ذات مساء في قريتنا اجتمع الشبان مع الجد، كانت لهفتهم تجمعهم وفاء يبقى للأبد. ذات مساء في قريتنا اجتمع الشبان مع الجد، كانت لهفتهم تجمعهم وفاء يبقى للأبد. يا أبنائي يا أحبابي هذا الدرب طويل الأمد، يا أولادي لا تختلفوا كونوا صفا ويدا بيد. ثمة أمر عندي لكم درس فيه صلاح البلد، كونوا صفا ويدا بيد، كونوا صفا ويدا بيد، كونوا صفا ويدا بيد. أخرج عيدانا مجتمعا ورمى بالرزمة للولد، وأشار الجد إلى الفتية، من ذا يقدر يا شجعان؟ من منكم يقدر في عزم أن يكسر هذا العيدان؟ قال الأكبر أنا يا جدي سأكسر هذه الأغصان، أنا يا جدي سأحطمها وسأغلب كل الفتيان. أخذ الرزمة ليكسرها ويخيب ظن الصبيان، لكن عبثا لم يكسرها فتنامت فيه الأشجان. بيدي وحدي سأحطمها وسأكسرها وسأهزمها، بيدي وحدي سأحطمها وسأكسرها وسأهزمها. لكن عبثا حاول معها لم يهزمها ما كسرها، ألقاها غيظا من يده عجب كثيرا من قوتها، عجب كثيرا من قوتها. قال الأصغر حسنا حسنا سأحطمها دون عناء، أنا يا جدي سأكسرها. لا يا جدي لا تستاء، لا يا جدي لا تستاء. حاول عبثا أن يهزمها أبلى معها أي بلاء، ضحك الجد وقال أخيرا هذا الحال مع الأعداء، لو أن الأمة مجتمعة لم يطرقنا أي بلاء، فبوحدتنا نصبح أقوى وتعاوننا خير دواء، لو أن الأمة مجتمعة لم يطرقنا أي بلاء. ضحك الجد وقال أخيرا هذا الحال مع الأعداء، لو أن الأمة مجتمعة لم يطرقنا أي بلاء، فبوحدتنا نصبح أقوى وتعاوننا خير دواء، لو أن الأمة مجتمعة لم يطرقنا أي بلاء.